كبير. بالتأكيد مشاهدينا فقراتنا اليوم حاضرة وفقراتنا هي متنوعة عبر صباحات الشروق، ويمكن يعني دائما احنا من خلال هذا الصباح بنقف عند عدد من التفاصيل وعدد من الموضوعات اللي احنا دائما بنتمنى انه يكون فيها فائده لنا ولكل المشاهدين اللي بيتابعونا من خلال هذا الصباح. حقيقه يعني انا كل ما يعني اطير على صباح الشروق بكون متشوقه للفقرات، وبكون كذلك يعني حابه اتعرف على الجديد شنو في صباح الشروق، لانه دائما احنا في صباحات الشروق بنعبر عن المساحه الزمنيه وبنعبر عن المساحه المكانيه من خلال الواحد ممكن يستفيد خير استفاده. اذا مشاهدينا احنا وكل الساده المشاهدين حيتواصل معاكم، وتحيه كمان لكل الاحباب اللي بيتابعونا داخل وخارج ربوع وطننا الحبيب، وتحيه كذلك للاخوه في الكنترول اللي هم دائما عودونا على اختيار الجميل والمفيد. حنواصل معاكم من خلال هذا الصباح وحنتابع فيديو ونرجع لكم مرة تانية. البية إثنية تجتمع تحت مسماها مجموعة من القبائل، من بينها قبيلة البني عامر، والتي يعود تاريخها في السودان إلى قرون عديدة، وهي تنتمي إلى أرض العرب بالحجاز. دخلت قبيلة البني عامر السودان عبر ثلاث هجرات، أولاها كانت قبل الإسلام كما يقول أحد المهتمين بتاريخها. تقطن القبيلة المنطقة الواقعة ما بين مدينة القربة جنوب ولاية كسلا وحلايب شمال شرق السودان، وتمتد بأفرعها حتى حدود النيل الشرقية، لكن الحروب التي مرت بها مناطق شرق السودان في فترات سابقة حصرت استيطان القبيلة على الشريط الحدودي مع الجارتين إثيوبيا وإريتريا. البني عامر أهل بداوة يقطنون في الغالب المناطق الريفية ويمتهنون حرفة الرعي بصفة أساسية، فهم أصلا أهل شاة وبعير، ولكن استيطانهم في الجانب الشرقي للسودان جعلهم يمارسون حرفة تجارة الحدود، وهي حرفة قديمة عندهم مارسوها من قبل بين البحر والنيل. لقبيلة البني عامر عادات وتقاليد وطقوس خاصة في مناسبات الأفراح يصعب على القبيلة التخلي عنها، وتبدأ مراسم الزواج عندهم بالخطبة، ويترك اختيار الزوجة أو العروس للأسرة والتي تتولى البحث عن عروس مناسبة لابنها. ومن العادات التي تنفرد بها قبيلة البني عامر دون غيرها من قبائل البجا في موضع الزواج هي عادة تحري وتحديد يوم الزواج، ويطلق عليها الفجر، حيث يقوم رجال متخصصون في هذا الأمر بإخطار أهل العريس بتحديد اليوم، وهي أمور تخضع في الغالب لمسألة التنجيم أو النظام الفلكي، وتحرم القبيلة الزواج في أي يوم لم يحدده المنجمون. ولكن يقول بعض أبناء القبيلة إن هذه العادة تلاشت تماما وأصبحت في طي النسيان، فلا مجال لتأخير الزواج طالما اتفق الطرفان عليه. تنتقل طقوس ومراسم الزواج عند قبيلة البني عامر بالتدرج، حيث ينقل الاحتفال إلى مناسبة ليلة الحناء والجرتق. فمراسم حنة العروس من الصعب أن تتاح لك الفرصة بنقل طقوسها وتصوير مشاهدها، فقبائل البجا ينظرون إلى هذا الأمر من باب المحرمات، لذا اكتفينا هنا بتصوير مشاهد مسير العريس من بيت والده إلى بيت العروس، حيث تتحرك أسرة العريس وقاربها وأصدقاؤها في زفة يطلق عليها عند السودانيين السيرة، ويتم التحرك مشيا على الأقدام، ويكون العريس مصطحبا والدته وأهل بيته، وهنا تردد النسوة بعض الموروث الشعبي المتصل بمثل هذه المناسبة،
وتعلو الزغاريد تعبيرا عن الفرح الطاغي بقدوم العريس. حفلة العرس الصغرى للنساء عادة ما تكون منفصلة، يشارك فيها العريس وقلة من أصدقائه، ويتم فيها إعداد طقوس الجرتج الذي تقوم بمهمته نساء طاعنات في السن من أقرباء العريس. الحفل الختامي للعرس يشارك فيه الجميع، ويخصص فيه مكانا خاصا للنساء. وفي هذا الحفل يرتدي العريس ومجموعة من أصدقائه زيا تقليديا موحدا، وفي ظل القناء الذي عادة ما يكون بلهجة القبيلة مصحوبا بالأداء الراقص، ويخطو الأصحاب والأصدقاء العريس إلى ساحة الاحتفال، ثم يطوفون به على المشاركين له مناسبته سعيدة.